الراديو 90 90، هواها مصري. احنا عايزين نكمل كلامنا بقى، بس عن نقطة او محطة جديدة كل الناس بتسأل عنها، وهي فيلم 1919. امتى المفروض الفيلم ده هيتعرض؟ يتعرض مش عارف، لكن احنا المفروض داخلين نصور ان شاء الله اخر يناير. انا وعز، لكن يتعرض. هو فيلم ضخم جدا، وفيلم تاريخي، وفيلم تكاليفه يعني الله يكون في عون المنتج. اولا الفيلم احداثه كلها بتدور سنه من 1908 ل 1924. الحاجات اللي بتبقى حقبه قديمه دي بتبقى محتاجه تفاصيل وديكور مختلف وبني مكان يعني عارفه. الشيء الوحيد اللي كان موجود بعد المتحف المصري الهرم. كل القاهره دي مش موجود، يعني ما فيش ميدان التحرير كان اسمه ميدان الاسماعيليه. المعسكر الانجليزي الرئيسي كان النيل هيلتون، اللي هو الريتس دلوقتي، اللي هو جنب المتحف. كل ما تراه عينك حضرتك مش موجود. من المتحف للهرم. فانت هتحط الكاميرا فين؟ يعني لما يجي مروان الحامد محتاج تبني مكان جديد بالظبط. فدي تكاليف جباره، محتاجه تعملي جرافيكس، زائد بقى تفاصيل الكبريت بتاع 1908، الزرار بتاع 1908، الكوبايه بتاع اللغه بتاعت الكلام، لان صدقني كان ليهم طريقه كلام اكيد مختلفه طبعا. كل جيل بيجي يبوظ الدنيا اكتر في الكلام. هقول لك تفصيله صغيره كده، كان كاتبها احمد مراد في ضمن الكلام. كان يقول لك، كان زمان يقول لك حاجه فينو. قلت له فينو يعني ايه؟ مش يعني الراجل طري يعني ولا مش فينو؟ جت معايا كده. قال لي لا، فينو كان ساعتها نازل عيش الفينو الجديد، تعتبر يعني حاجه جديده. فتقولي انا جبت جزمه فينو مثلا، جبت شنطه جزمة فينو. سبحان الله. فلغه من لا دمنا خفيف من زمان. فينو هاكله، متجيبوليش انا فينو. ما تعدوش قدامي. اشمعنى الروايه دي؟ اولا هي روايه، هي بتتكلم عن مصر في الاخر. يعني انا عجبني فيها ان هي روايه بتتكلم عن ابطال التاريخ لم يشكرهم خالص. احمد عبد الحي كده، واحمد مراد فوجئ وهو في رحله بحثه في فيلمه، في روايته اسف، عن هذا البطل المصري اللي مات واللي ضحى بنفسه واللي كان متهان من الانجليز ومن الطلبه علشان بلده، عشان فكره الجلاء. ففيها وطنيه، فيها حاجه لبلدك، يعني موضوع وطني حلو جدا، سواء عند عز سواء عندي. فهو ده سبب طبعا.